لا عانين نبي درجات. تحسب لنا الدرجات يا شباب. ترى اذا طبخت الدرجات كلها تروح الكحلان، اقسم بالله. الكحلان انا زعلت يا عيال. ليه انا زعلت يا عيال؟ انا عصبت، انا لبست النظارة الحين، الحين انا بفصخ الشماغ. شو اسمها البندانة هذه؟ انا شكلي بطل. خلاص خلاص خلي يجون، لا يجون لا يجون، خلاص شغل لي سبيكرات بالله يا احمد. بسم الله كحلان، شغل لي شغل لي سبيكرات. مخرج يا عيال معكم اقل من 5 ثواني، ان ما جيتوني ارجعوا. 1 2 انتهت ال5 ثواني. 3 4 5 ازودكم 5 ثواني لعيونكم. 1 2 3 ان ما جو خلاص مو معقوله والله يا سايد. ايش هذا يا والله مو معقول. ايش لا 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 1 2 ولعوا لي الاضاءه عند الـ عند الـ عند الـ عند الـ المسبح. ولعوها 5 ولعوا الاضاءه 6 يا شباب انتم شغلين سبيكرات عندهم. كحلان لبيه. اول شيء نعتذر للمشاهد العزيز، يعني الوضع انتم شايفين الشباب توهم مستجدين ولا يعرفون العقوبات، ولكن ممكن انها ان شاء الله تدرس عند السلطه العليا. نرفعها لابو سلطان.